بشكل عام اكو هاي ممثلين يقول لك انا لازم اتحضر على الشخصيه لمن يقرا النص يروح يحضر لها، انت شلون جرت هاي الاستعدادات للتحضير لهاي الشخصيه؟ طبعا كان اكو جلسات قراءه ويا استاذ علي فاضل، وهذا الشيء كلش ضاف لي وفرحني، هاي اول مره اني اشتغل وياه. والجلسات كانت مطوله ونركز حتى على الاسم نقوله بالحوار، فهذا الشيء كلش فادني.